شكرا للجميع المذيعين والمقدمين الفقرات اللي هنا، اللي يقول شكرا لهم الحقيقة على هالأداء الجميل، والله يعطيهم العافية. وهذا نواف يرسل لي، نواف مخلف يمسي عليه بالخير أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن كانت الحقيقة من أجمل الصدف أن يوم كنا يوم تربه وبعدين جينا وقلطنا عندك حيلان، ولا كان الحقيقة يعني بينهم سابق معرفة. وأبرك الصدف اللي تعرفت الحقيقة وتواجهته في هال. أقول كل منتجع ذا مبروك، والقناة هذه مبروك، ما تجمع للطيبين، ما تجمع. حنا كنا الحقيقة في ضيافة جبر قبل فترة، والله يجعل ربي يطول عمره وعمر أبوه وعمر الشيخ جفال ابن عبيدان، يجعل ربي يطول عمره الشيخ المداري هم السبيع، والله وتحية لأهل الغريب كل أبوهم، يجعل ربي يطول عمارهم وهم والله خير على ما قال من يمثلنا في ذيك الجهة وبيض الله وجيهم. وبالنسبة لقناة الواقع أنا أقول الحقيقة ما يشرفني ويسعدني تواجدنا اليوم معهم، والله يعطيهم العافية. وأنا أقول هذه نافذة مدرسة في الحقيقة النقل كل ما يفيد ويخدم الحقيقة الجميع، والله يعطيهم العافية. وأبو سلطان وخصوصا ترك الدوسري يقول بيض الله وجهه، وأنا السلطة العليا، أنا الحين ما عاد علي منها، الحين أبجي أنا أقول لك السلطة العليا. وسطت يا أبو زايد يا أبو سلطان، خلاص الحين لا 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 أنا بستبعد الحين خلاص أنا أبو سلطان ونعم الشارب. ومهما نقول فيه الحقيقة نبقى مقصرين، هامة كبيرة وقامة كبيرة الحقيقة في المجال الإعلامي، ورمز الحقيقة من رموز الإعلام، وجعل ربي يطول عمره ويكثر من مثاله. وبرك الساعات يك حلان، مبروك اللي واجهنا فيصل وفايز والإخوان اللي نتمنى شوفتهم، وبرك الساعات اللي واجهناهم من قريب. طول عمرك يا أبو زايد، الله يبكيك. طيب وانت الله يطول عمرك الجبر المداري وطافنا القناة بشكل عام، الله يطول عمرك ولا ليهينك. أبو محمد كلمة ختام توجه للمشاهدين.